انا عارفه ان العالم قلقان وفي اوبئه وحاجات كتير مش مفهومه، بلاد بتنهار وناس بتروح، بس اخيرا لقينا الحل. المطربه مريم فارس اخيرا هتهون علينا جرحنا. الفتره الاخيره طرحت فيلمها الوثائقي اللي بيحكي عن معاناتها مع فتره الحجر الصحي بسبب كورونا، خصوصا انها كانت حامل في نفس الوقت ده، فطبعا كده بقت ماساه، واحده في عزل وحامل. طبعا هي قاعده في فيلا كبيره عندها فيها جيم وكل حاجه، بس حقيقي من غير الفيلم ده كنت هفتكر ان انا لوحدي، انا اللي كنت بعاني الفتره دي والفتره اللي فاتت. يا رب المعاناه تبقى زي معاناتك يا استاذه مريم. والله كل محبي المطربة أنغام أحب أهنيكم أخيرا، جرحت ما تجرحتش واتمنت له الخير بعد ما سابها. لقد هرمنا والله من أجل هذه اللحظة يا أستاذة أنغام. أنغام طرحت أغنيتها الجديدة أنا بعته كتير، ألف ألف مبروك، مش على طرح الأغنية انما على انك بعتيه، بقالنا سنين بنتمنى له الخير وما بنتعلمش وبغيره القلب ما بيحلمش، ويعني حاجه ما ترضيش حد والله. بس خلاص الحمد لله اخيرا انغام هي اللي جرحه المره دي، اي انجازات تهون علينا. هي اي نعم ندمت في اخر غنوه وفضلت تعتذر، بس يعني انا خلاص هعتمد الانتصار ده. الفترة الأخيرة حصلت دوشة كبيرة جدا عشان موضوع القايمة، أب ما كتبش قايمة لبنته وهي بتتجوز. طبعا الموضوع ده بقى ترند وكله بيقول رأيه، فبالمرة أنا كمان هقول رأيي. والله يا جماعة اللي عايز يكتب قايمة أهلا بيه، واللي مش عايز يكتب برضو أهلا بيه، في النهاية محكمة الأسرة بتدق الأبواب وفي أي وقت، والأهم من كل ده فكروا في الأول في العيال اللي هتخلفوها عشان خاطري، عشان هما اللي بيشيلوا كل ده. كلنا طبعا عارفين فيلم تايتانيك وبنحبه جدا، ولكن واضح ان فرحتنا بيه مش عايزه تكمل. من يومين خرجت تقارير اجنبيه بتتوقع وبتقول ان شخصيه جاك اللي كان بيجسدها ليوناردو دي كابري كانت شخصية وهمية، وانه كان شبح من نسج خيال روز علشان تهرب من ضغط امها عليها وخطيبها اللي هي اصلا مش بتحبه. نعم بتقولوا ايه يا جماعة، ده انا اروح فيكم في داهية، ده انا حلم حياتي اقف عند بوز السفينة واعمل نفس الحركة بتاعتهم دي، نخبط بقى في جبل تلج، نغرق مش مهم، بس يعني اجربها. حتى جاك طلع شبح، يلا ما جاتش عليه هو كمان. من يومين نشرت رانيا يوسف صورة ليها مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة. الدنيا اتقلبت على السوشيال ميديا والشباب بدأوا يهاجموها بلا سبب. انا ما كنتش فاهمة بيعملوا كده ليه، بس رانيا يوسف وضحت كواليس الصورة وقالت ان ابن لابورتا يبقى صاحب بنتها، والراجل طلب يتصور معاها فتصوره عادي جدا، وحتى قالت انها هتفاجئ الجمهور الفترة اللي جاية بصور مع حد كمان من برشلونة، ميسي ولا مين محدش عارف. هنختم بقى بخبر كلنا مستنيينه وكل جمهور الاهلي مستنيه، مروان محسن هيخرج من اعارة نهاية الموسم. خلينا صراحة مع بعض، مروان ما كانش الحظ محلفه قوي في الاهلي وكان بيتهاجم كتير، بس يعني على رهان هيروح اعارة لنادي مصري، وهيتألق كل التوفيق لمروان محسن.